الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا له عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان هذه الأحكام. أولا، الدعاء للميت بعد دفنه، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، والقعود عند قبره، والقعود عند قبره، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله، وكذلك الاستغفار والقراءة. استغفار ثابت في الحديث الصحيحة، وأما القراءة سنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وعن أبي عمرو، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو ليلى، عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. وهذا الحديث واضح الدلالة، وواضح من واضح الدلالة في تبويب المصنف رحمه الله تعالى، وهو الاستغفار للميت بعد دفنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الدفن وقف على القبر ودعا للميت وأمر الناس بأن يستغفروا له، وقال صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. وهذا من حقوق الأخوة في الله عز وجل، أن يستغفر للميت وأن يدعى له، خاصة بعد دفنه، لأن في هذه اللحظة بعد دفنه يأتيه الملكان فيسألانه. وهذا مما يعين هذا الميت على الجواب الصحيح عند سؤال الملكين، عندما يدعى له بالرحمة ويستغفر له، فإن هذا من أسباب تثبيته. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، أن يثبته الله عز وجل في هذه اللحظة العظيمة الحرجة، التي هي من أعظم اللحظات على العبد عندما يدخل القبر. قال: فإنه الآن يسأل. وهذه هي العلة. فهذا الحديث واضح الدلالة في الاستغفار والدعاء للميت بعد دفنه. قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم، وقد سبق بطوله. وهذا الحديث تكلمنا الأثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه تكلمنا عنه في دروس سابقة، ولكن المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب استحبه وبوب له وقال: والقعود عند قبره ساعة للدعاء. واستدل بهذا الحديث أو بهذا الأثر عن عمرو بن العاص، يعني بأن يجلس المرء بعد الدفن ساعة، والمراد بالساعة هو الوقت، يعني وقت طويل يدعو فيه للميت، استدلالا بهذا الأثر عن عمرو بن العاص أنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم. وهذا اجتهاد كما ذكر العلم من عمرو بن العاص رضي الله عنه، وإلا فإن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، وإنما كان يدعو ويسأل الله الثبات ويأمر الناس بذلك ثم ينصرف الناس. أما الجلوس والمكث مدة طويلة فإن هذا ما جاء إلا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه اجتهادا منه، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة فإنه لم يثبت عنهم هذا الفعل، ولكن من قعد ودعا فيقال أن فعله بدعة، لأن هذا العمل عمله وأمر به صحابي، لكن يقال أن هذا خلاف الأولى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الناس يتكلم عن هذا الأثر وكأنه أمر مسلم، ويأمر الناس بالجلوس، كما انتشرت مقاطع لبعض الدعاة يأمر الناس بالجلوس بعد الدفن ساعة بمقدار ما تنحر جزورة تقسم، استدلالا بهذا الأثر، ويغفل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال:
رحمه الله تعالى. وقال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، يعني عند الميت، وإن ختم القرآن عنده كان حسنا. وهذه هي المسألة التي بوب لها وقال: والقراءة، يعني قراءة عند الميت. ونقل هذا عن الشافعي، قال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا. فهل يسلم للمصنف ما قال وما نقل عن الشافعي؟ الجواب عن هذا أن هذا أولا لم يثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وإنما هذا القول هو قول أصحابه وليس قول الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. ولو ثبت هذا عن الشافعي فإن الشافعي رحمه الله ورضي عنه كان يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الحائط. فيقال: هل في هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ القرآن بعد وفاة الميت ويستحب أن يختم عنده القرآن؟ نقول: لن تجدوا هذا لا في كتاب ولا في سنة. هذا لو ثبت عن الشافعي، والصواب أن هذا ليس من قول الشافعي وإنما هو من قول أصحاب الشافعي، والعالم قد يخطئ ويصيب. والأمر الثاني أن الدليل من السنة يرد على هذا القول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تجعلوها مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة. فهذا يفيدنا أن المقابر لا يصح فيها لا صلاة ولا قراءة قرآن، وإنما الصلاة والقراءة تكون في البيوت، وكذلك في المساجد في أحاديث أخرى. لكن هذا الحديث يفيدنا أنه لا يقرأ القرآن ولا تصلى الصلوات لا نافلة ولا فريضة في المقابر، وإنما يصلى في المقبرة ما جاء به النص وهي صلاة الجنازة. أما ما سواها من الصلوات إذا صليت في المقبرة فهي باطلة، وكذلك قراءة القرآن في المقبرة بدعة. ويدل عليه هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أمر مهم، أن هذه الكتب كتب أهل العلم لا بد أن تقرأ على أهل العلم، وإذا استشكل شيء يسأل أهل العلم. لأن من يقرأ مثلا رياض الصالحين وليس عنده علم كاف وقرأ هذه المسألة أخذها على عواهنها وقال قال الشافعي، وأخذ هذا الاستحباب وأخذ يقرأ عند القبر. ولذلك لا بد من القراءة على أهل العلم هذا أولا، وإذا لم يتيسر أن يسأل أهل العلم، فاسألوها للذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى لا يقع الزلل. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.